أشاد حنا عطا الله رئيس ساقفة الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس بإطلاق وكالة بيت مال القدس الشريف جائزة القدس للتميز الصحفي في الإعلام التنموي، كما عبر عطا الله عن شكره للمبادرات التنموية التي تقوم بها لجنة القدس وذراعها الجمعوي وكالة بيت مال القدس برئاسة الملك محمد السادس لفائدة الساكنة المقدسية. لقد أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف مبادرة إنسانية وطنية رائدة ومميزة، أطلقت جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي، وذلك على اسم شهيدة القدس المناضلة شيرين أبو عاقلي. وبهذه المناسبة نحيي وكالة بيت مال القدس الشريف ونحيي لجنة القدس التي يرئسها جلالة ملك المملكة المغربية كونه رئيسا لهذه اللجنة، ونحيي المغرب الشقيق كما وكل الشعوب العربية الشقيقة والصديقة، لأن قضية القدس وقضية فلسطين هي قضية تجمع الأمة كلها وتجمع الأحرار في كل مكان. ولذلك فإننا من هنا ومن رحاب مدينتنا المقدسة، حيث الأقصى والقيامة، حيث التاريخ والحضارة والأصالة، نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف. نحييكم أيها الأحباء على هذه المبادرة، ورحم الله شهيدتنا المناضلة شيرين أبو عاقلي وكل الشهداء.